اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نرجع بقى ونكمل حديثنا مع نجمنا كابتن شريف عبد الفضيل. كابتن شريف مساء الخير. كابتن سيف مساء الفل. ايه الشياكه دي؟ ده متعلم منك. فلوس كلها راحت على الهدوم. كلها. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن والله. هو الاهلي ليه كسب بيراميدز؟ عشان الاهلي عنده جمهور عظيم اسمه جمهور النادي الاهلي. ده لازم. انا يمكن حتى في لقاءات قبل كده اتكلمت في النقطه دي. قلت لهم من اول مباراه هيلعبها حقيقي بيراميدز تحت ضغط هي ماتش نادي الاهلي. والعكس صحيح؟ لا لا، نادي الاهلي طول عمره تحت ضغط ومتعود على الضغوط، كفايه انه معاه جمهوره. ما تقدرش تلعب تحت ضغط جمهور زي جمهور النادي الاهلي بيطالبك بمكسب كل حاجه. بس بيراميدز بقت فرقه تقيله بتحطك تحت ضغط. احنا اشدنا بيهم كلنا. بص يعني كل الناس قالوا ان بيراميدز والاهلي هي المباراتين اللي هتعطل او تحدد. ده حقيقي. انا من احسن المواسم اللي شفتها لبيراميدز هو الموسم ده في الدوري العام. ده حقيقي. وشغل الاداره بتاعهم هايل السنه دي، عاملين شغل كويس وبيشتغلوا في هدوء، وحتى اللعيبه بينهم تحس يا كابتن ان كان في سيطره من نجوم الفريق السابقين على المجموعه، فده اثر بالسلب السنوات الماضيه. ولكن دلوقتي تحس ان الفريق بيراميدز بيلعب مجموعه اكتر، وده نجاح لبيراميدز على فكره. بالعكس انا شايف ان بيراميدز ما اخفقش خالص، ده نجاح ليه ان هو يوصل يبدا ينافس النادي الاهلي ويجي يتقال على المباراه بينه وبين النادي الاهلي مباراه قمه. ده نجاح لبيراميدز. انا بالعكس مش شايفه فشل، ولكن بس بيراميدز نجح بقاله كذا سنه. لو هي على مباراه قمه، كل مباراه بيراميدز والاهلي والزمالك قمه. لا، بيراميدز نادي اتولد كبير. انا اتولد كبير في وقت قليل. اي نعم. ناتج طبعا امكانياته الماديه العاليه جدا. وارد جدا طالما انت عندك الامكانيات الماديه العاليه جدا هتقدر تجيب النجوم اللي انت تقدر تنافس بيهم كل الفرق الكبيره، ولكن مش هتقدر تبقى فريق بطل. دي اللي ناقصاك. مش هتقدر يبقى عندك جماهير زي جماهير النادي الاهلي. هنا الفرق كبير جدا يا كابتن سيف، ودي نقطه الايجابيه. جمهور النادي الاهلي لما شفته في الاستاد الماتش اللي فات مختلف. جمهور يثير الرعب في اي فريق. جمهور النادي الاهلي معروف بشخصيته بقوته بقد ايه بيدفع اللعيبه بتاعته بشكل طب كبير. طب انا كابتن برضو يعني هاخد وجهه نظر بيراميدز شويه، يعني طالما هو الغائب. في واحد يقول لك طب جمهور الاهلي ما فيش شك ان اسمه جمهور كبير عظيم مرعب مؤثر جدا، النجم رقم واحد. طبعاً. ما فيش كلام، ولكن في المباراه دي بالذات نادي بيراميدز نجح ان يعمل ريمونتادا ويرجع بهدفين ويتقدم 2-1 عن نادي الاهلي. تمام. بص يا كابتن سيف، انت لو بصيت لاحصائيات المباراه هي الكره الوحيده اللي عملها الكارتي لميلسون بايلي، الثرو باس الهايل اللي اتعمل، وكره عدم تمركز من المدافعين بتاعه النادي الاهلي هي اللي اسفرت عن الجول، والكره الثانيه الكورنر اللي اتعمل. هات فرص حقيقيه لنادي بيراميدز، هات وجود لمصطفى فتحي في نادي في ماتش الاهلي، ما فيش فعاليه هجوميه خطره او كبيره على النادي الاهلي. بالعكس النادي الاهلي كان مسيطر على المباراه، مستحوذ على المباراه، وكان قادر بعد الهدف الاول يعزز تقدمه ويحرز اكتر من جول كمان. ولكن هي كره القدم كده. ميلسون مايلي قدر ان هو فعلا قدر يخطف يكسر مصيدة التسلل بشكل هايل. يسأل مين على الهدف؟ الهدف طبعا خط الظهر، اندفاع محمد عبد المنعم للامام في الكره دي، فخلق مساحه في خط ظهره. رامي ربيعه راجل برضو راس الحربه قدر ان هو يكسر مصيدة التسلل، بس انا طبعا فيها شك الى حد ما كبير. الفار كان فيه كلام، يمكن الحكم الاسباني، مش عايزين نخش في الحته دي كتير، ولكن الحكم الاسباني عليه حاجات كتيره جدا. لو في كره النهارده كانت في نهائي اوروبا يا كابتن، لو شفتها كل التدافعات في ضربه الراس النهارده لستونز النهارده كان مطلعها ضربه ركنيه. الشوط الثاني الراجل المهاجم داخل في ظهره من ورا حسب الكورنر عادي، ضربه ركنيه عادي. فانا التدخلات دي بقت عاديه بره، عاديه خلاص. احنا عندنا انت هنا مشكله. فين انت وزمنك يا خبر ابتدخت الدنيا التكالج بتاعتنا والحاجات الحلوه بتاعتنا. يعني يعني رامي يسأل وعبد المنعم يسأل في الهدف. انا مش عايز احملهم لان دي كلها مواقف. دايما يا كابتن سيف كره القدم مواقف وتفاصيل صغيره. خلي بالك الراجل راس الحربه قدر يجي من مصيدة التسلل في كعب رجله، هو اللي كاسر ده. خلي بالك كعب رجله نزل كسر مصيدة التسلل، وبرده في رؤيه مثاقبه من وليد الكارتي. الراجل قدر يعمل سوبر باص هايل هايل، ما هو شافه ازاي في ظهر عبد المنعم. الراجل نزل عملها له، راح طبعا فرق السرعه بتاعته مع برضو رامي وتاخر الشناوي في الطلوع. خلي بالك في وقت وهو بيعمل دريبلينج بالكوره، الكوره طولت من رجله، كان وقت هنا بقى الشناوي لو في حالته الفنيه العاليه بيقدر ينقض على الحاجات دي. بس برضو تحس كان في سن التشتيت ذهني الى حد ما يعني.
دي من الشناوي ومن خط الظهر. شايف من 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 وجهة نظرك ان النادي الاهلي كان عنده ثقة ان هو هيكسب، واحنا بنبص من بره كده كولر بيزق الفرق لقدام، والمدير الفني لبيراميدز كان بيقول اقفوا. ده حقيقي. بص انت لو بصيت لمبدايات المباراه، اولا يعني ايه ما لعبش الشيبي اصلا من بدايه المباراه؟ يعني ايه اصل نفسيته اصل عنده؟ بس انا كنت يعني من كواليس صغيره عرفت ان الشيبي ما لعبش المباراه دي لعنده ضعف في النواحي الدفاعيه لحد ما. فانت عندك ضعف في النواحي الدفاعيه لحد ما، تجيب واحد ايسر تلعبه في ناحيه اليمين مش هيلعب ديتو. بالظبط. حصلت معانا كنا في الاسماعيلي مع مدرب فرنسي اسمه باتريس نوفو. جاب مين بقى يا كابتن؟ كنا بنلعب تقريبا كاس مصر في طنطا. جاب احمد سمير فرج لعبه باك يمين. التغييره حصلت تقريبا الدقيقه 30. طب انت التغييره دي برضو في كولر اول ما نزل الشيبي شقلب حسين. ده حقيقي. ودع حسين يا كابتن. بص بقى هنا الشخصيه. خلي بالك الشيبي صنع جون خلاص طبعا، وحسين نجم المباراه من بدايتها. لا يعني الاثنين فكروا زي بعض يعني، يعني المدير الفني لبيراميدز قال لك لا يعني ما حطش الشيبي برضه عشان ما حطوش في ضغط نفسي، وما حسين شحات لعب نزل الشيبي برضه كل اللي رحله الناحيه الثانيه. لا لا يا كابتن لا، حسين بيلعب باريحيه في دايما هتلاقي روتيشن بيتم. طب هو غيره ليه؟ لا بيغير تغيير مراكز عادي في الملعب. يعني انت الهدف اللي جه الاول بتاع حسين الشحات باليمين ومحمود طاهر قطع من ناحيه اليمين، طاهر بقى جوه ال 18 وسام ابو علي بقى على البعيده، والتحرك الهايل بتاع طاهر اكبر المدافع اللي كان مع وسام ابو علي يروح على مين؟ طاهر محمد طاهر. على طاهر. فبالتالي بقى وسام محمود طاهر. محمود طاهر؟ معلش يعني طاهر. فطبعا ادى مساحه احسن لوسام ابو علي يقدر يسجل الهدف الرائع الملعوب. وبعدين بقى بص الكثافه الهجوميه بتاعت النادي الاهلي، الضغط الهجومي وبعدها واحده لوسام ابو علي يحطها بريسنج فوق العارضه، كل دي كور هايله اتعملت من النادي الاهلي. ضغط عالي دايما من النادي الاهلي، استخلاص كوره، استحواذ دائم حتى بعد الهدف. الاهلي لم يتراجع بعد الهدف يا كابتن سيف. خلينا نقول ان الهدف اللي جه في الاهلي هو خطا من تمركز خط الظهر نتيجه الضغط العالي للنادي الاهلي، فحصل اختراق في خطوط الخط الخلفي للنادي الاهلي ادى الى احراز الهدف التعادل لنادي بيراميدز. ولكن النادي الاهلي بعد الهدف لم يتراجع، بالعكس هو كان ضاغط بيوصل بيستحوذ، وصل لهجمات وقدر يخلق فرص حقيقيه للمرمى. بالعكس الراجل الناحيه الثانيه الصربي عامل زون ديفنس مترقب خايف من الاهلي، وده واضح. حتى بص يا كابتن سيف لو خدت بالك من الجيم، الشراسه الهجوميه والشراسه في واحد ضد واحد في الملعب هتلاقيها في صالح النادي الاهلي كلها. كل استخلاص للكوره ما عدا واحد بس كان مهند لاشين. بلغه الارقام الدوري في الملعب، بلغه شريف عبد الفضيل اللي ايه معلش؟ بلغه الارقام الدوري في الملعب. الدوري في الملعب بس بنسبه كبيره. بلغتك انت بقى. بلغه انا؟ لا لسه 80 20. 80 لمين؟ الاهلي؟ طبعا. لان الاهلي لان انت عندك مباراه الاهلي كبيره ومتتاليه، وطبعا تشكر نادي الزمالك الفرصه اللي اداها للاهلي ان هو يرشح يقدر يسرح يبقى في راحه يريح. في راحه ممتازه في راحه ممتازه لعبته في الوقت ده عشان الاسبوع اللي خده راحه ده فرق معاه كتير جدا. عندنا واحد زي مسام ابو علي كان راجع من منتخب فلسطين يا كابتن سيف، كان عنده جزع في الانكل. لما ريح الاسبوع الزياده بتاع ماتش الزمالك ده فرق معاه كتير جدا. بقى اسامه ابو علي اللي انت شايفه ده حاجه فيرود سوبر ستار، حاجه محترمه. ما شفناش الكواليتي ده من زمان في الدوري المصري. صح. حقيقي يعني. صح. فده النادي الاهلي هو ان شاء الله بنسبه كبيره قادر يحسم اللقب ده مع الفكر بتاع الكوره اللي هو عمليه الروتيشن الدائم، تمركز اللعيبه ودايما اختياراته لاجادته في اللعيبه معينه يقدر يشكلها بشكل كويس في مراكز معينه. يعني كولر لازم نشيد بيه زي في وقت انتقدناه بشده، ولكن في وقت لازم نشيد بيه جدا. طب في اتنين لعيبه عايزين نفهم الموضوع، قفشه وكهربا. بالمناسبه قفشه انا لسه قافل معاه قبل ما اجي. ايه بقى؟ قفشه بص يعني من فتره قبل الصخب اللي حصل عليه عشان الكلمتين اللي طلع قالهم، هو طيب. فهو عملي جدا، انا قفشه دايما بيشتغل. قال لي والله يا كابتن انا بشتغل وبجتهد وبعمل اللي عليا في التمرين. قلت له اعمل ده هتلاقي ربنا بيعوضك. ما تتكلمش، ما تنفعلش، ما تعملش حاجه. بس طبعا احنا بشر فطبيعي يحصل الانفعالات ده. فقفشه ربنا كفله. خلاص كهربا هو طول الفتره السنين اللي فاتت يعني ساعه الازمه الكبيره بتاعته ربنا كان بيكافئه في فرص وحاجات ما حدش كان يتخيلها، اهداف وصناعه اهداف وما يطلعش من الملعب. هو في وقت دلوقتي كهربا لازم يقعد يفكر مع نفسه ويشتغل تاني. بس انا اللي انا عارفه ان كهربا عنده عروض في السعوديه.
هي الفكره هنا، انت المدير الفني خلاص خرجته من حساباتك ليه؟ عندي عروض، في عروض ولازم يخرج. كابتن، هو الاهلي محتاج كهرباء ولا لا؟ محتاجه، مش محتاجه ليه؟ بس الا اذا توفر البديل السوبر ستار. هل هو حاليا سوبر مش سوبر ستار؟ لا، البديل بتاعه يبقى زيه بنفس القيمه دي، لان انت عندك وسام ابو علي. لا، انا بتكلم على كيس كهرباء. كيس كهرباء يعني من وجهه نظرك لو انت صاحب قرار، افضل يطلع ويجي واحد تاني ولا كهرباء يقعد؟ لا، كهرباء بالنسبه لي يقعد. اصل خلي بالك يا كابتن سيف، انت لو بصيت للفكر المدير الفني، طب ما كان عايز مودست يقعد. فدي بالنسبه لنا لغز كبير. وكان عايز عبد القادر يمشي. وكان عايز قادر يمشي، يبقى هنا الكره كلها متغيرات زي ما احنا متفقين. ولكن هنا اللي بيجبر المدير الفني على انه يغير الفكر والمتغيرات بتاعته ايه؟ هو اللعيب. وحاجه ثانيه. شخصيه اللعيب. وحاجه ثانيه. ايه تاني؟ اداره الاهلي ممثله في الكابتن محمود الخطيب. ده اساسي، الكابتن محمود الخطيب ده يعني ده رقم واحد عندنا كلنا، وقراره هو في الاول وفي الاخر هو اللي هيمشي. ولكن هنا المدير الفني، احنا النادي الاهلي متعودين فيه بيدي مساحه كبيره للمدير الفني يقدر يشتغل فيها. طبعا، ولكن التدخلات في لعيبه بتيجي في الوقت المناسب. في لعيبه النادي الاهلي تمسك بيها عن طريق ادارته، هم اللي طلقوا. ده حقيقي. زي قرار عدم احضار حارس مرمى مثلا، او خلاص اكتفاء بالزنفيلي والمجموعه الموجوده مصطفى. ده قرار هايل يا كابتن سيف، هايل. بس مخاطره. مخاطره ونجاح. كل قرارات الاهلي اللي اتخذت مخاطره ناجحه. يعني في وقت من الاوقات الجمهور كله نادى بصفقات، كابتن محمود خطيب قال لا انا عندي لعيبه كبيره، اللعيبه تريح، ريحها، لعب بالناشئين. ما خدش الدوري، بعد كده الاهلي جري بنفس اللعيبه بنفس الاسماء. يبقى قرارات الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره هنا نجاح كبير ورؤيه ثاقبه. ليه بقى؟ لان انت لو انت سطرت، الحمد لله انت كده عندك خزين. كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط. ولجنه التخطيط عندهم دلوقتي. قلت مجلس اداره. ما هم من ضمن بقى مجلس الاداره حاجات كتير. لا، ما هو الاهلي ده ليه سيستم معين. طبعا الاهلي في تفويض كامل للكابتن محمود الخطيب، وفي مشاركه في القرار مع لجنه التخطيط. عندنا النظره بتاعت كابتن محمود الخطيب دايما يا كابتن سيف رايحه فين؟ انا دلوقتي لما يبقى عندي النجاح هنا فين؟ ان انا دلوقتي بقى عندي مصطفى شوبير، طبعا عندي حمزه علاء، خلاص اثنين حراس مرمى على اعلى مستوى وشباب، دول اللي هيشيلوا السنين الجايه. انت معاك روتيشن ولا لا؟ طبعا في حراس مرمى. طبعا، بس دي من لا بس امتى؟ امتى؟ امتى بقى؟ ما انا كل ما يبقى عندي ضغط ثلاث مباريات، وانا واحد زي الشناوي لسه راجع من اصابه جامده في الكتف، لا يبقى لازم في روتيشن. يعني الشناوي لما ياخد ماتش واثنين وثلاثه لازم يريح تاني، ياخد مصطفى يقف على رجله وثقته وخبراته اللي هو بيكتسبها مباراه بعد مباراه وتالقه الغير عادي. لازم يبقى موجود. بالعكس، انا في حراسه المرمى انا ما ارجحش يبقى في روتيشن خالص، بالذات في حراسه المرمى، ده الخط الوحيد اللي صعب في الحاله دي. لا، في الحاله دي، لان اللعيب راجع من اصابه في الكتف. نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نكمل مع نجمنا كابتن شريف فضيل. نرجع تاني بقى، والملف الاهم النهارده واللي شفناه كمان في نهائي اليورو، لامين يامال، ولد عنده 17 سنه بيلعب، ان هو عنده 16 سنه منتخبات وفيرست تيم، وكنا زمان نقوله خبره، اهدى لسه مش دلوقتي. احنا فين من السن ده وفين من المساله دي؟ احنا فين؟ يبقى لازم نعمل حاجه اسمها المينتال هيلث، الصحه العقليه يا كابتن سيف، دي مهمه جدا في الدراسات. انا واخد حاجه اسمها سكوتش اف ايه في الاتحاد الاسكتلندي، وان شاء الله باخد حاجه ثانيه في السي الاوروبي، هحاول اعملها واعمل معادلات ليها للاسيوي والحاجات دي كلها. وشغال الحمد لله في الدوره، الحمد لله اخيرا. نشكر الدكتور جمال محمد علي وكابتن علاء نبيل طبعا، اجتهاد كبير يعني بشكل مبالغ فيه بامانه عشان يرجع ثاني الشهادات والافريقيه ثاني، ترجع نقدر نشتغل كلنا وناخد نكتسب الخبرات بتاعه الشهادات الافريقيه. يعني شغالين على الرخصه دي اهو الحمد لله، رجعت ثاني. بشكرهم صراحه. وبعدين عدد الساعات بقى مهول، بس يا ريت يقللوا لنا الساعات شويه، بس طبعا دي راجعه لان دي اجنده افريقيه كلها. وعدد ساعاتنا كمان عدى، تفوق على الاتحاد الاسيوي في عدد الساعات. خلي بالك يا كابتن، احنا يعني انا هصحى الساعه 7 الصبح ان شاء الله بكره، خلاص بخلص الساعه 5 العصر. انت متخيل عدد الساعات ده؟ وفي بصمه، بصمه حضور وانصراف، وعدد ساعات معين، محاضرات في الملعب ومحاضرات نظري ومحاضرات عملي. فربنا يعيننا يعني. احنا محتاجين ايه عشان نرجع نشوف فرق كبيره بتطلع ناشئين سن صغير تلعب؟ ما انا بجيب لك اهو، الحمد لله الشهادات بدات ترجع، دورات تدريبيه بدات ترجع،
ده ليه مردود بقى؟ اه طبعا هيبقى لان انت خلاص التوعيه والتثقيفيه للمدربين ده بقت مهمه جدا. قلت لك رقم واحد عندنا المينتال هيلث، الصحه العقليه، تتعامل ازاي مع الاولاد الصغيرين. لما اجيب واحد زي لامين لامال ده كابتن سيف، معلش يعني، وكانت الخناقه عليه طبعا بين منتخب اسبانيا ومنتخب المغرب خلاص كانت خناقه شرسه. وكسب في الاخر مين؟ منتخب الاسباني. برشلونه عمل ايه؟ جايب للولد فيلا محترمه قاعد فيها، دكتور متخصص لكل حاجه مع لامين يامال، ده بالنسبه له ثروه قوميه. وبالتالي شفنا الناتج بتاعهم عمل ايه. النهارده الولد واخد احسن ناشئ في البطوله، خلاص اكتر لعيب عامل اسيستات في البطوله، امهر لعيب في البطوله. هو ده النجاح الحقيقي، ده اللي انت تقدر تشغل، ده الاستثمار الحقيقي. هتقدر تعمل كده عندنا ان شاء الله فيه. ما بقولش ما فيش حاجه اسمها مستحيل، لا مش لا نقدر، طالما الكابتن علاء الحمد لله بدا يمشي على المسار الصح، بدانا نشتغل في خطوات جاده، بنعدل في كل حاجه، نطور بس نساعد بعض يا كابتن سيف. نساعد ازاي؟ تساعدونا نقدر نشتغل، نقدر نطور من نفسنا كمدربين. انا بحاول اجتهد وبشتغل بس ساعدني، مش انا اللي مطالب اعمل كل حاجه. لما انا ابقى لعيب دولي، انا يمكن في حاجه اسمها المسار السريع بالمناسبه، يمكن برضو الدكاتره اتكلموا عنها في المحاضرات، نقدر نشتغل عليها الفتره الجايه. انا واخد الشهاده السي من 2015 عندي، واخدها من 2015 لسه البي داخله السنه دي يا كابتن سيف. خلاص بس يعني الحمد لله الناس بدات تشتغل. انك تيجي اكتر من كابتن علاء والدكتور جمال محمد، الناس بدات بامانه بيشتغل وبعدد ساعات مضاعف. انا لو قلت لك احنا هنشتغل 4 شهور عشان ناخد الشهاده دي، في اسبوع بقى هنعمل اسبوع عملي زي ما حضرتك شايف، اللي احنا بناخده العملي والنظري المحاضرات دي كلها، وهتروح النادي بتاعك او المكان بتاعك اللي انت شغال فيه، هتطبق اللي انت خدته كله وترجع الاسبوع اللي بعده. طب انت شغال في المنتخب، هتروح فين؟ المنتخبات بقى عندنا تجمع ان شاء الله يوم 25. طيب بعد الشهادات دي وربنا يوفقك يا رب ويوفق الجميع، هنقدر نشوف تطور في السن الصغير ده؟ ده اللي انا بأمله وبقول للناس يا ريت تساعدونا، ساعدوا المدربين، الناس كلها عايزه تشتغل. الناس دي ما بنقعدش من الساعه 7 الصبح عشان رايحين نهزر، ساعدونا عشان نقدر ننجح يا كابتن سيف. ما انا او احنا لوحدنا في المنظومه؟ لا. ايه هي المنظومه؟ المنظومه دي عوامل كتيره جدا لنجاح، انت لازم تساعدنا فيها. الناس هنا المسؤوله عن الكوره في مصر، يمكن الحمد لله احنا رقم واحد عندنا منتخب مصر. ده الاساس. مش انت عندك جيل كويس يا كابتن؟ طبعا جيل ممتاز. عندنا اولاد ممتازين. عندنا قاعده ناشئين في مصر هايله. عندنا يعني الحمد لله احنا عملنا يعني اول حاجه لينا عملناها ايه؟ رحنا ده المناطق اسكندريه والسويس وبورسعيد واسماعيليه. خلاص كان معانا في اول معسكر ناس من القناه ومن اسماعيليه، القناه درجه ثانيه، لعيب من القناه ومن اسماعيليه ومن السويس، خدنا من كل الحمد لله الانديه. كابتن اسامه نبيه معانا بصراحه عامل لنا اجنده محترمه، حاطط لنا خطوط العريضه، شغالين باجنده محترمه جدا. الجيل اللي انت شايفه ده يدينا ايحاء، يعني ده جيل 2007 يدينا ايحاء ان احنا ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا جيل كويس بعد 4 5 سنين في المنتخب الاول؟ اكيد ان شاء الله. لا في لعيبه عندنا، لعيبه ممتازه، ممكن اذكر لك شويه اسامي محترمه. في لعيبه في اللعيبه دي جاهزه تلعب دلوقتي فيرست تيم؟ جاهزه بس انت لازم تساعدهم. ما انا اللعيب الجاهز عندي ده سيف، اولا لازم اللعيب يبقى مديني ايحاء بده. يمكن انا حضرتك كنا بنتكلم في الفاصل قلت لك اللعيبه واحنا صغيرين اللعيب هو عنده 16 سنه بيظهر. في لعيبه عندك مدينك ايحاء بده؟ والله في، مش هقدر اقول ما فيش. في لعيبه تقول كده، ما يبقى عندي واحد زي محمد هيثم ما شاء الله متر حاجه و90، سترايكر راس حربه محترم. خلاص عندي واحد زي ياسين عاطف ده جناح عنده سرعات غير طبيعيه. بتكلم هنا على التطوير. خلاص عندي اياد نادي الاهلي سرد باك يا كابتن حاجه محترمه، راموس ماشي. عندك غلوش في انبي، عندك لعيبه وسط عاطف لاعب النادي الاهلي، عندك المقاولين لعيبه يوسف صابر مقاولين. بص انا عمال اجيب لك انديه عامله ازاي، ولسه بقى المرحله احنا خدنا كل دول، احنا خدنا لعيبه اول 10 فرق بس في الممتاز. معاك جون كويس؟ عندي طبعا جون كويس، في عندنا جون من فاركو هايل، جون بتاعت انبي، جون اياد نادي الاهلي حاجه محترمه، لاعب انبي برضو، في لعيبه من انبي. كل دي لعيبه على اعلى مستوى. ماشي. ولسه بقى كابتن سيف كمان في عندنا في لعيب يمكن تقريبا كل الاعمار السنيه بتتكلم الولاد بتوع سنه بيتكلموا عنه اللي في المحله، ما شاء الله جناح موهوب. تخيل انت لما لعيب ده بقى هنجيبه من العشر فرق التانية. النادي الاهلي عنده حل لعلي معلول من الناشئين؟ في طبعا، في يقدر يلعب كويس، يلعب ياخد وقت ياخد خبرات. بس طبعا علي مختلف.
بص ما انت ما تدورش على علي، اصل هو علي واحد. علي واحد، انما هتجيب لعيب يقدر يسد في نادي الاهلي مكان علي معلول اللي يقدر يعمل الحته الهجوميه. يعني انا عندي كريم فؤاد دلوقتي راجل بيلعب برجل يمين، بيفكرني بيا لما كنت بلعب باك ليفت وباك رايت. انا لاعب نهايات كلها يا كابتن سيف، يا باك رايت يا باك ليفت، انا في اثنين نهائي لعبهم باك ليفت. توقعت ان الراجل يبدا بخالد عبد القادر على حساب هاني؟ خالد عبد الفتاح؟ خالد عبد الفتاح. لا دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. كانت مفاجاه كبيره. هاني لعيب كبير وعنده خبرات كبيره، وهاني خلاص بقى خلاص متعودين عليه وحافظ المركز. هاني بقى بيلعب بسلاسه. خلاص هاني بقى في حته تانيه. حته تانيه. جملتك الكبيره. نرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى مع كابتن شريف عبد الفضيل ونشوف هيعمل ايه في اشارات المرور. انا لابس الحزام اهو. مين تقول له قراراتك سريعة وتسرعت في قراراتك وعديت السرعة المسموحة؟ لا ايه ده، ده صعبة قوي دي. مفيش حاجة صعبة والله. لا صعبة دي. ماشي يعني ممكن اقول انا. انت طيب مين تقول له اربط الحزام انت داخل على ازمة؟ انت داخل على ازمه. ده لو حصل اخفاق في الاولمبياد المنتخب المصري. منتخب مصر. مين تقول له هدي السرعه قدامك مطب؟ نادي بيراميدز. نادي بيراميدز. مين تقول له اعمل يوتيرن لف وربه؟ حلوه اشارات المرور دي عجبتني. لا طب دي خليها. مين تقول له ما ترجعش؟ اثبت على موقفك. اثبت على موقفك. كابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه نبيه. مين تقول له لف وارجع اعمل يوتيرن؟ بلاش اللي هقوله ده، هقوله لحد تاني. لا قول، ما يهمكش قول. لا لا مش هقول. انت لازم تقول. هقول حاجه تانية، هقول واحد تاني، حد تاني يعني. محمد بركات. محمد بركات. تقول له لف وارجع. لف وارجع من ايه؟ من حاجات كتير. انا بحبه جدا بركات، كابتننا يعني حبيبي يعني. طيب مين تقول له بص في ورقتك؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك. طيب ليه رحت البركات في لف ورقة؟ لا في بعض الامور يعني، الحاجات الاداريه ممكن في المنتخب، قرارات لازم بقى ليه قرار وليه وضوح اكتر من كده. تمام. بس يعني نروح بقى في حصل ولا لا ونشوف كده قدامنا على الشاشة دي. نبتدي. اقرا بقى وقول حصل ولا لا. قالوا ان جوزيه استبعدك فترة من المباريات بسبب تصريحات صحفية ضده. حصل بس كان ولا لا بس ولا عايز الموقف؟ زي ما انت عايز. اصل هو الموقف كان بعيد عني لان حد من زمايلنا يعني اصدقائنا الصحفيين يعني عمل حوار كامل عن سين وجيم. تخيل انت سين وجيم كامل على لساني طبعا، وانتقد فيه بشده مانويل جوزيه وقال ان هو بيحب ويكره ان انا قلت يعني. واتفاجئت الصبح لان طبعا كان الكابتن احمد ناجي طبعا انت عارف الصبح بيقرا الجرايد مستر مانويل يعني بيقول له الاخبار اللي موجوده في مصر كذا 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 وشريف ده قال كذا كذا. فانا عرفت الخبر من هنا، حد قال لي، فطلعت على الصحفي دايركت فحصل صدام مباشر يعني. بس طبعا انا بتاسف له جدا لان حصل خناقه واشتباك بالايدي؟ مش بالايدي، انا الموضوع عشان مش انا اللي عملته فانا اتضايقت. انت يعني خدت حاجه على لساني انا ما عملتهاش. طبعا انا طلعت بس الصحفي ده كان في ضربه راس ومباشره. اول حرف من اسمه ايه؟ اول حرف عشان اعرف بس هو الله يسامحك ابو طالب. اول حرف بس من اسمه ايه؟ مش هقول خلاص. لا اول حرف بس. واو. لا يبقى مش هو اللي في دماغي. لا
بس بعد ضربه راس في حصل بقى موقف طريف جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا وقع عليه غرامه وبتاع، فسيد عبد الحفيظ مدال قال لي يا شريف اللي عملت، طبعا الصحفيين كلهم اتقلبوا وكان هيبقى فيها محضر وقصه. انا عمري ما عملت حاجه زي كده يعني طبعا غصب عني يعني طبعا تسفت له وبص على راسه وبتاع. فدخلت المكتب واصدقاء الصحفيين كلهم بامانه كلهم بلا استثناء رفضوا اي حاجه تعمل معايا بامانه يعني. يعني طبعا ما ينفعش حاجه زي كده تحصل يعني. فدخلت المكتب عند كابتن سيد عبد الحفيظ قلت له يا كابتن سيد انا ما كلمتوش. قال لي ما كلمتوش مين؟ ده دخل لي بوشين وشه كان قد كده. عدت القصه. اتاسفنا. اللي بعده قالوا ان رحيلك من فريق الشباب بالاهلي بسبب خلافات مع مدير قطاع الناشئين في ذلك الوقت. لا طبعا مش صحيح. انا كان عدى فتره 5 سنين في النادي الاهلي وكان طموحي طبعا انا متواجد بسبب وحيد تطوير ادائي التدريبي والهدف الاسمى بالنسبه لي هو الفريق الاول في النادي الاهلي اللي بعد. فده ما حصلش يعني طبعا بعد استئذان للكابتن خطيب يعني. قالوا ان موسيماني رفض تواجدك معاه في الجهاز الفني خلال فتره وجوده في الاهلي. ده ما حصلش لان ده كله موسيماني اكيد ما يعرفش اصلا مين المدربين اللي تحته ولا يعرفني يعني. اللي بعد قلت ان التفاوضات مع الزمالك ولما الاهلي كلمك تراجعت وقعت الاهلي. انا لم اتفاوض مع الزمالك اوريدي. الزمالك كانت دايركت مع نادي الاسماعيلي مش معايا انا. خلال كان مهندس نبيل عبد الفضيل اخويا وكان نادي الزمالك مباشره يعني لان كان النادي الاهلي هو اول حد داخل عشان عايزني. فنادي الزمالك دخل بعدها في مفاوضات فحصل طبعا الواقعه الكبيره بتاعتي يعني. اللي بعده قلت ان محمود خطيب رئيس النادي الاهلي هو سبب انتقالك من الاسماعيلي للاهلي رغم مشاكل الصفقه. ده حصل. كابتن محمود خطيب هو اللي دخل وحل الأزمة في ثانية بتليفون. اللي بعده قلت إنه تم فتح باب القيد الساعة 5 فجرا عشان تنضم للأهلي. هو ما تمش فتح باب القيد، هو كان آخر يوم في القيد صباحا فجرا صباحا كان آخر يوم والحمد لله الموضوع تم. هو بس دايما انت عارف التصريحات الصحفية بتاخد بشكل معاكس يعني. اللي بعده بحب ابتسامتك يا كابتن سيف. قلت إن فتح مبروك مدرب الأهلي السابق هو سبب رحيلك من الفريق. هو كان مدير الفني في الوقت الحالي في الوقت يعني في صاحب القياده الفنيه ساعتها. اعتقد ان هي كانت حته فنيه وحته كمان اداريه اعتقد يعني. اللي بعده قالوا ان البرازيلي ريكاردو سبب رحيلك من الاسماعيلي للاهلي بسبب قصر قامتك. ايه ده؟ مين ده؟ هم اللي قالوا. قالوا الحمد لله انا الجنب بتاعي كان اعلى جنب في مصر. بفضل الله يعني. كان في مشاكل اصلا مع ريكاردو. اسرع مش عايز اقول اسرع مدافع في مصر يعني في سرعاتي وفي جامبنج وفي قوه وفي كوره. الحمد لله سيرد باك يلعب باك رايت يلعب باك ليفت يلعب ليبرو يلعب نص ملعب. فالحمد لله كان بفضل الله يعني كانت مواصفات كامله. استحيل من المدرب البرازيلي ده. انا تقريبا لعبت معاه 30 من 30 ماتش ما شاء الله. اللي بعد الله يعني. وده الراجل ده اللي وصلنا معاه ماتش فاينل مع الاهلي في الماكس. قلت ان مش هتنازل عن شكوكي ضد الاهلي بسبب مستحقات ماليه. شكواك. شكواك ضد الاهلي بسبب مستحقاتك الماليه. حصل ان انا طبعا نادي الاهلي تم فسخ التعاقد رسمي انا وجده. طبعا الحادثه الشهيره يعني بالنسبه لي حادثه طبعا ان انت تمشي من الاهلي دي حادثه يعني. ما كنتش حابب امشي من الاهلي بالشكل ده لان انت مضيت معايا عقدي قايدتني في القايمه الاولى وقايدتني في قايمه افريقيا وعدت فتره القيد. فدي كلها كانت في صالحي 100%. حبي وانتمائي للنادي الاهلي منعني ان انا اعمل اي اجراء ضد النادي الاهلي. يعني انت ما اشتكيتش؟ لا طبعا. هات لي شكوى واحده في الاتحاد او بره الاتحاد. اذا مش كله كان كلام. طبعا لا. اللي بعد انا قلت ان موقفي صح. موقفي انا كشريف عبد الفضيل صح. اوكي. قلت ان في اشخاص بالاهلي تعمدوا ايذائك وعدم صرف مستحقاتك بسبب شكوى النادي الاهلي. ازاي هم حاطين اصلا فسخوا وحطوا السنه الاولى مقدم العقد ناقصه نسبه مشاركه اوريدي موجوده في اتحاد الكوره. تمام. بعده قلت ان كابتن حسن شحاته ظلمك بعدم ضمك للمنتخب في 2008 و2010. ده اكبر نكسه في تاريخي ان انا طبعا ما انضمتش لان انا كنت موجود في كل التصفيات. ظلمت؟ كل لعيب شايف انه ما انضمش طبعا في شايف انه اتظلم. انا طبعا حاسس اني اتظلمت لان ده اثر بالسلب عليا بشكل كبير جدا. اثر بالسلب بشكل كبير جدا عليا لان
كان حقي ان انا اكون موجود يا كابتن سيف. انا كنت اتظلمت يعني افضل لعيب في الدوري مدافع في الدوري المصري 3 4 سنين ورا بعض وانتقالي للاهلي باغلى صفقه في تاريخي يعني اتظلمت. طبعا اللي بعده انا كابتن حسن بحترمه جدا وبقدره ودي وجهه نظره الفنيه طبعا. طبعا يعني قالوا انك تمرت على الاسماعيلي ورفضت الاستمرار بسبب مستحقاتك. بتهيألي مش انا بس يعني النادي الاسماعيلي انا صاحب فضل كبير عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى وجماهيره صاحب فضل كبير عليا جدا لان دايما الناس بتقول ان انا ما بقولش ده الناكر للجميل. انا عمري ما كنت ناكر للجميل وبقول ده دايما ان اسماعيل صاحب فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ده حصل ده مش انا لوحدي ده الاف اللعيبه مش مئات ودليل طبعا هتلاقي اكتر نادي بتتم شكوته في الاتحاد الدولي هو النادي الاسماعيلي والاتحاد المصري على فكره. شرفتنا النهارده يا كابتن. شكرا يا كابتن سيف. شكرا كابتن شريف. ربنا يخليك. متشكر جدا بوجودي معاك كنت سعيد النهارده ومبسوط ان انا شفتك وشوف حضرتك جدا من الناس اللي بحترمها وبحبها جدا. انا اللي بتشرف بوجود حضرتك دايما ودايما انت واجهه لينا كلنا حبيبي يا كابتن. شكرا جدا اشكرك شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده مع كابتن شريف عفضيل. اشوفكم حضراتكم بكره ان شاء الله باذن الله على الف خير.